الجمعية الوطنية لترقية البقاء الريفية بالنسبة. أولاً نحن سعداء ونتشرف بمشارككم هذا اليوم العالمي الاحتفال بهذا الرمزية، وهو يعتبر فرصة للاعتراف والامتنان والتقدير للدور الهام اللي تقوم به المرأة في المجتمع بشكل عام. واليوم هو تخصيص للمرأة الريفية، والتخصيص الثاني هو المرأة الريفية والجزائر وما أدراك ما الجزائر. أولا، في تاريخ الجزائر المرأة وخاصة المرأة الريف يعني كان لها مكانة التي انتزعتها يعني بكل روح الكفاح والجهاد، والأمثلة في تاريخ تاعنا معروفة وتعرفوها، من الشهيدة المرحومة لنا مسومة حتى الشهيدة حسيبة بوعي، يعني هذو بعض النماذج وبعض يعني الشخصيات اللي تمثل كفاح المرأة الريفية اللي كانت هي الدعم والسند لتحرير البلاد بعد الاستقلال. واليوم رانا نشوفوا فيه دور تاع المرأة، يعتبر دور محوري وخاصة في الساكنة في الريف ولا المجتمع الريف. أولا عندها دور استراتيجي هو التكوين وتربية الأجيال، الدور الثاني اللي تلعبه هو تدعيم اقتصاد الريف بصفة عامة، وعندها دور أساسي في بعض المناطق في بعض الأحيان لتدعيم المعيشة تاع العائلة وتدعيم مداخيل العائلة، وعندها دور اقتصادي هام إضافة على الدور الاجتماعي اللي تقوم به، وهذا ما شفناه وعيناه في بعض الزيارات وشفناه مع بعض العينات. الدور الأساسي اللي تلعبه في تنمية الاقتصاد المحلي، في تنمية الإنتاج الزراعي، وفي تنمية حتى إنتاج تاع الصيدي، وحتى في استغلال منتوجات الغابية، وحتى من يعني منتوجات تقليدية، تثمين للموارد التقليدية وتثمين لمنتوجات طبيعية. وشفنا يعني حتى في بعض أبعد المناطق، كانت لنا فرصة شفناها في تكلمت على تيندوف، شفنا يعني عينات من المرأة التي تستخلص الزيوت من الأرقام بطريقة يعني طبيعية، بطريقة يعني متحكمة فيها، ممكن هي تستحق باش نزيدوا نطوروا الآليات. شفناها في مناطق تاع إليزي، مناطق تاع تمرست، مناطق عين صلالة، هدراء، وكل ربوع المناطق الجبلية، مناطق السهول، مناطق الساحلية. شفنا المرأة الصيادة واللي تروح تغامر في البحار وتتزلزق من البحر وتجيب القوت نتاعها وتعيش العائلة نتاعها بكل شرف وبكل جدارة. وهذا ما يخلينا اليوم نحن على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نولي أهمية كبيرة لمكانة المرأة الريفية، وننتظر الكثير والكثير من المجهودات ومن اندماجها ومن دفعها في قضية تنمية المنتوج، تنويع الاقتصاد المحلي، رفع تحدي الأمن الغذائي. ونحن يعني يوم الغد نحتفل باليوم العالمي للأمن الغذائي، وهو اليوم اللي صادف اكتشاف منظمة الفاو 1995 في حال
الأمم المتحدة. هذا الشيء خلينا باش يعني نشاركوكم ولو رمزيا بحضورنا. وأشكر معالي السيد وزير التكوين والتعليم المهني لمشاركتنا هذه الاحتفالية الرمزية ولدعمه خاصة من جانبه من قطاع التكوين والتمهيد اللي نحن نشتغل سويا باش نعطي الفرص للتكوين واكتساب المهارات والإبداعات. واحنا شفنا عينا مؤخرا في قضية المؤسسات الناشئة الستارت اب، كانت يعني شابة من ورقلة والله من تيدوك وهي تدرس في جامعة وهران وقدمت لنا إبداع في شعبة الإبل لأجل يعني لا تراسابيليتي، خدمت لنا إنوفاسيون نوميريك اون بوس. هذا الإبداع بنيناه في وقته وإن شاء الله يتفعل ويصبح لصالح تنمية شعبة الإبل. هذا مثال عينة بسيطة، و يعني من المطلق أننا مكونين نعترف بالذكاء ونعترف بالقدرة للمرأة الجزائرية على التأقلم مع الأوضاع، على الإبداع، على حفظ التماسك المجتمع تاعنا وخاصة في ظروفنا الراهنة. دور أساسي تلعبه المرأة في تماسك المجتمع وخاصة المجتمع الريفي، وسوف إن شاء الله تكون لها مناسبة يعني أخذ بعض الإجراءات ميدانية لمواكبة هذا النشاط اللي تقوم به المرأة الريفية على مستوى عالم الريف. وانتم تعرفوا عالم الريف في الجزائر متنوع ومتوزع على جغرافيا تعتبر قارة، يعني من المناطق الجبلية، شفتوا المناطق للاستخلاص المواد العطرية والنباتية والاحتفالية في الغابات، شفنا المرأة اللي تستخلص مواد من التين، صحاب التين تاع بني معوش وما شابه إلى ذلك، عندها دور أساسي في التجفيف وفي تثمين المنتوج الفلاحي. شفناها ثاني في المناطق التربية المائيات، المناطق الصيدية، شفناها في المناطق الرعوية، مناطق السهول، في مناطق استغلال الثروات لأجل يعني الإبداع وطرح منتوج تقليدي ليثمن الجهد تاعها. شفناها في أعالي جبال القبائل في النيني، يعني منتوج يعني الحلي، شفناها حتى في الشاوية، وشفناها في ولاد نايل، وشفناها في الترقية، شفناها يعني في المناطق نتاع الثراء نتاع المجتمع نتاعنا والزخم نتاع يعني الثروات الطبيعية والثروات التقليدية اللي عندنا والثقافة اللي عندنا. هذا بيخلي المرأة دائما في الأمان ودائما في الطليعة في جميع النشاطات خاصة في ميدان الزراعي وميدان التنمية الريفية، ميدان الصيد وتربية المائيات وميدان الغابات. وبدون إطالة أنا بودي اليوم باش نهني بهذا العيد العالمي للمرأة ونزيد نثمن اعترافنا وإجلالنا للنشاط الهام، ولها كل التقدير لهذا الموقع تاعها وهذا الروح المسؤولية تاعها. أكانت مرأة ريفية تشتغل يعني نشاط يدوي، أكانت مسؤولة، أكانت مؤطرة لتقدم خدمات في التكوين، في الإرشاد، في التنمية، في جميع يعني الأماكن، سواء على مستوى مركزي ولا على مستوى ولائي ولا مستوى حتى بلدي ولا حتى مستوى القرى. يعني نشاطها هو يعتبر نشاط أساسي واستراتيجي نحن نعول عليه لأجل دفع عملية عجلة التنمية إن شاء الله وازدهار البلاد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.